طب انا مش هتكلم عن الحكايه بتاعت الفيلم وبس، هي الحكايه بتاعتي واضحه بقت خالص. انت بتتبع رحله ال 200 جنيه، فبالتالي انت بتشوف عدد كبير من القصص جوه المجتمع المصري في الوقت ده. فكره جذابه، وطبعا احمد عبد الله كاتب كبير وعنده حس الجماعي ده، ان هو يقدر يكتب عن مجتمع مره واثنين وثلاثه حصلت قبل كده ونجح فيها، ونجحنا معاه ونجح غيري معاه، فان شاء الله يكون ده. محمد امين عنده هم اجتماعي طول الوقت وشايف المجتمع كويس، مخرج كبير. عدد لسه كنت بقول انا اتفاجئت انا شخصيا بعدد النجوم الجامدين اللي موجودين في الفيلم. يا رب ينجح ويبقى عملنا حاجه كويسه فنيا وليها معنى.